بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده. السوشيال ميديا كله مفيش كلام، مفيش حد ما اتكلمش عنه، اللي هو الانتخابات ما بين ترامب وجون بايدن. الف مليون مبروك لجون بايدن. مسك وهو جاي كده متشجع وبيدافع عن الدين الاسلامي. طبعا احنا ما شفناش حاجة حلوة من ترامب نهائي، من ناحية ان احنا مسلمين يعني وعرب. لكن جون بايدن في مقابلات كتير دافع عن الاسلام وعن المسلمين، ويعني اسند بكلامه بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفسره. ودايما كان يتكلم ان انسان لما يشوف الغلط يصلحه، لو بلسانه او بيده، او يعني اسند بكلامه باحاديث ودافع عن القضية الفلسطينية واتكلم عنها واهتم بيها. ف يعني هي بداية مبشرة. هي الكلام ده كان من شهر قبل الانتخابات كان بيتكلم بالطريقة دي. ف يعني احنا طبعا دايما ما نعرفش الغيب، بس بنتفائل باللي قدامنا. يعني احنا شايفين اللي قدامنا انسان بيدافع عن الدين الاسلامي وبيتكلم بيه وبيدافع عن القضية الفلسطينية. فيعني اكيد من ناحية بيدافع عن الدين، ومن ناحية انساني، يعني ان القضية الفلسطينية كلنا كعرب او مسلمين بندافع عنها. فده يعني حاجة مبشرة جدا وممكن تفرحنا كعرب او مسلمين. ف لغاية دلوقتي احنا نقول الف الف مليون مبروك لجون بايدن لغاية ما يثبت لنا خلاف كده. يعني ف يعني النتيجة الحمد لله الحمد لله. انا كان على نفسي يعني انا ما كنتش متوقعة النتيجة دي. كنت حاسة ان ممكن ترامب يعمل اي حاجة خدعة ان هو يكسب بيها الانتخابات، بس هو فعلا فعلا انتخاباتهم نزيهة جدا. وكان ترامب اشتكى او قدم يعني حاجة ان هو يعيد او كده، بس فرق بولاية واحدة في الانتخابات. فربنا كريم بقى، وممكن يكون ربنا كرمنا بانسان زي ده يشوف القضية بتاعتنا والقضايا بتوع العرب والمسلمين لغاية ما يثبت خلاف ذلك. تعالوا بقى معايا نشوف كلام جون بايدن ازاي عن المسلمين وعن الدين الاسلامي وعن القضية الفلسطينية. كان في حوار من شهر كده كان هو عامله، فيلا بينا كده. وقولولي بقى ومستنظرة رأيكم في اللي هو هيقوله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نسمع بقى الفيديو مع بعض. أرجو أن نتعلم أكثر في مدارسنا عن العقيدة الإسلامية. حديث للنبي محمد يوصي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موقفه من القضية الفلسطينية. It matters. Your voice is your vote. Your vote is your voice. Muslim Americans' voices matter. Muslim communities are the first to feel Donald Trump's assault. I want to earn your vote, not just because he's not worthy of being president. I want to work in partnership with you. If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day one. Day one. Muslim minorities around the world. I have and I'll continue to speak out for the Uyghurs and Rohingya. I'll work to close those god-awful policies. I'll continue to champion the rights of Palestinians and Israelis to have a state of their own, as I have for decades, each of them a state of their own. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able,
and with his heart. أرجو أن نتعلم أكثر في مدارسنا عن العقيدة الإسلامية. حديث للنبي محمد يوصي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موقفه من القضية الفلسطينية. Your voice is your vote. Your vote is your voice. Muslim Americans' voices matter. Muslim communities were the first to feel Donald Trump's assault. I want to earn your vote, not just because he's not worthy of being president. I want to work in partnership with you. If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day one. Day one. Muslim minorities around the world. I have, and I'll continue to speak out for the Uyghurs and Rohingya. I'll work to close those god-awful policies. I'll continue to champion the rights of Palestinians and Israelis to have a state of their own, as I have for decades, each of them a state of their own. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.